السلام عليكم، مرحبا بالجميع معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم وصفه جديده كنتمنى تتابعوها وتعجبكم. غادي نحضر ان شاء الله بسبوسه بنكهه ديال الشوكولاتة والقهوه بطريقه بسيطه ومكونات في المتناول، ولكن كتعطي واحد النتيجه رائعه. تبقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. على بركة الله غادي نبدا في تحضير الوصفة، وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاجهم وحده وحده. غادي نخليكم كذلك المقادير بالجرامات في صندوق الوصف اللي بغات تشوف الجرامات مضبوطين. اولا غادي نحتاج جوج بيضات متوسطين على هذا الشكل، غادي نهرسهم عندي هنا في الزلافه هما الاولين. غنضيف ليهم نص كاس ديال السكر سنيده، غنزيد ليهم كذلك معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلطهم غير بالفوي شي شويه حتى كيندمجوا المكونات مع بعضياتهم. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وغادي نعاود عاوتاني نطربهم واحد شويه حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. دابا غادي نزيد نص كاس ديال الحليب، وغادي نخلطهم مزيان حتى كيذوب داك الحبيبات ديال القهوه اللي ضفتهم في الاول. عاد باش غادي نضيف المكونات الجافه، هكا من بعد ما ندمجوا المكونات مع بعضياتهم مزيان وذابت القهوه مع الحليب، غادي نضيف المكونات الجافه. بطبيعه الحال غادي نستعمل واحد الصفايه او الغربال باش نغربلهم. اول حاجه عندي كاس ديال الدقيق ديال الفورس او الدقيق الابيض، غنزيد ليهم نص كاس ديال السميده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو. هذا الكاكاو الخام اللي ما فيش السكر، اللي غتستعملوا الكاكاو الحلو نقصوا من الكميه ديال السكر اللي استعملناها. جوج معالق ديال الخميره ديال الحلويات، معاهم قبيصه ديال الملحه، وغنغربلهم مزيان فوق الخليط. وبنفس الطريقه غير بالفوي غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس. كيف كتشوفوا القوام ديال الخليط اولا العجينه اللي حصلنا عليها راه كيكون خفيف بحال هكا، ضروري يكون بحال هكا لان السميده كيف كتعرفوا كتشرب. وباش نحصلوا على ديك النتيجه ديال البسبوسه تكون فشفشه في الاخير ويعني وخفيفه، ضروري خص يكون الخليط خفيف من الاول بحال هكا. هي من بعد راه غتشرب واحد شي شويه قبل ما نديروها في المول. عندي هنايا مول اللي دهنته بالزبده وبالدقيق من قبل، غادي ندير فيه دابا الخليط ديال البسبوسه باش غادي ندخلها الفران طيب. وبالنسبه للمده ديال الطياب راه ما تاخذش وقت بزاف، تقريبا 30 دقيقه حتى 35 ماكسيموم على حراره متوسطه اولا 170 درجه. كيف كتلاحظوا معايا يعني القوام ديال الخليط راه تقال شي شويه، كيف قلت لكم ديك السميده راه كتشرب. صافي غادي نوزع الخليط مزيان على المول وغادي ندخلو الفران يطيب، ومن بعد نتلاقى معكم نشوفو كيفاش غادي يجي. فهاد الوقت غادي نوجد واحد السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه من بعد ما كتخرج من الفران، غادي يكون حتى هو بالنكهه ديال القهوه والشوكولاط. غنحتاج فيه جوج معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان نسكافيه او لا اي نوع اخر، غادي نضيف ليهم جوج معالق صغار ديال السكر سنيده، وجوج معالق كبار ديال الماء، الماء عادي، وغادي نضربهم بالخلاط الكهربائي حتى كتكون واحد الرغوه، وعاد غادي نزيد عليهم مقادير اخرين. صافي ملي يولي الخليط بحال هكايا غادي نضيف له دابا كاس ديال الحليب يكون دافي، وغادي نزيد واحد 50 غرام ديال الشوكولاط اللي ذوبتها من قبل،
ونخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. وهذه هي البسبوسه من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، خليتها ارتاحت واحد شويه حتى بردات. دابا غادي نسقيها بداك السيرو ديال القهوه والشوكولاط اللي صايبت من قبل. غنحاول نوزعو مزيان عليها باش تشربو مزيان. هنايا خليت هذيك البسبوسه مده ديال 5 دقائق حتى شربات داك السيرو كامل ولات بهذا الشكل هذا. دابا غادي نزينها بواحد شويه ديال الكوك من الفوق بهذه الطريقه هذه، وغندورها عليها كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي درت معكم اليوم بالشكلاط ونكهه هذه القهوه. اختاريت نزينها بالكوك، بطبيعه الحال ممكن نعوضوا الكوك باللوز او القرقاع او حتى الكاوكاو مهرمشين، كيجي الشكل ديالها زوين حتى هكاك وكتجي خفيفه، كيجي المذاق ديال القهوه مركز فيها وباين مزيان. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، نخليكم مع بعض الصور والى اللقاء ان شاء الله في شي فيديو اخر ووصفه جديده. خليت لكم الراحه، تهلاو ليا فراسكم.